ألقى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خطبة صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ في محافظة بورسعيد التي تحتفل اليوم بعيدها القومي، كما يلتقي بعدد من قيادات الدعوة. هناك المزيد من المتابعة، ينضم إلينا مراسلنا وليد هيكل. وليد، بعد التحية، وكيف تبدو الأجواء لديك؟ عودة إليكم شروت في الاستوديو. بالفعل من المدينة الباسلة بورسعيد نتابع معكم احتفالات المحافظة بالعيد القومي 64، وذلك في حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسيد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب. كذلك شروت استهلت وزارة الأوقاف العام الجديد 2021 بافتتاح 10 مساجد جديدة في محافظتي الفيوم وأسوان. لكن مزيد عن هذه الافتتاحات والعيد القومي لمحافظه بورسعيد، يسعدنا ان ينضم معنا الان معالي وزير الاوقاف فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه. سياده وزير الاوقاف، ماذا عن افتتاحات المساجد الجديده؟ اليوم بالفعل يتم افتتاح 10 مساجد جديده في محافظتي الفيوم واسوان ليبلغ العدد اكثر من 666 مسجدا حتى الان. كذلك اليوم تحتفل دولة السودان الشقيق في مستهل عام 2021 في اليوم الأول بالعيد القومي، وهنا في محافظة بورسعيد نبدأ العام الجديد باحتفالات العيد القومي. فماذا نقول لدولة السودان؟ كذلك ماذا نقول لمحافظة بورسعيد في عيدها القومي؟ وماذا عن التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيق في تدريب الأئمة وتأهيلها بين وزارتي الأوقاف السودانية والمصرية؟ بداية لعل من يمن الطالع أن يتم في أول يوم في العام الجديد كما ذكرت افتتاح 10 مساجد ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 667 مسجدا في 4 أشهر تقريبا. الحقيقة بإيجاز شديد ونحن الآن في صحبة معالي الوزير اللواء عدلي الغبار محافظ بورسعيد والأستاذ دكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية وعدد من السادة النواب، بنوجه رسائل سريعة. الأولى تهنئة جماعية منا جميعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله بهذا العام وللشعب المصري كله. التهنئة الثانية بمناسبة العيد القومي لبورسعيد السيد المحافظ وكل أهالي بورسعيد هذه المحافظة الباسلة التي يشكل عيدها القومي ملحمة وطنية في الفداء والتضحية والدفاع عن تراب هذا الوطن. الرسالة الثالثة لأشقائنا في السودان، والحقيقه يعني هناك نقله نوعيه في التعاون بين وزاره الاوقاف المصريه والسودانيه والتي ابتدات بزيارات متبادله وبدوره تدريبيه مشتركه للائمه في مصر والسودان تتبعها قافله دعويه لمده 10 ايام للائمه والواعظات من الاوقاف مع زملائهم السودانيين بالسودان من 1 الى 10 فبراير. الرساله الاخيره هي تهنئه لاشقاء الوطن في اطار ما اكدنا عليه وما اكدت عليه دار الافتاء المصريه والازهر الشريف من ان تهنئه اشقائنا باعيادهم هي من نوع البر المامور الذي امرنا به ان تبروهم وتقسطوا اليهم، فمن البر ان نهنئهم بمناسباتهم الصلاه فنقول لهم كل عام وانتم بخير بهذه المناسبه بالعام الميلادي الجديد. نسال الله ان يجعل هذا العام عام رحمه وامن وامان وتقدم وازدهار لمصرنا والبشريه جمعاء. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف، وأنتقل بالحديث إلى السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. وسيادة محافظ بورسعيد، بداية كل عام وسيادتكم بخير في مستهل العام 2021، وماذا عن التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة وإنشاء المساجد بصفة عامة؟ طبعا في البداية بحب أرحب بمعالي وزير الأوقاف شرفنا النهارده عشان نشارك محافظة بورسعيد بالعيد القومي رقم 64، وواكب هذه الاحتفالات انها الحمد لله اول جمعه بتم في السنه الجديده، ويا رب كده اجعلها سنه على مصر وكل المصريين واهلي في محافظه بورسعيد سنه عمل ورخاء زي ما قال في الخطبه ان عام جديد فضيله معالي الوزير اوقاف انه مشرفنا النهارده. وبورسعيد فيها اكثر من 480 مسجد، 480 مسجد دول احنا النهارده بنحتفل ان شاء الله ان احنا رفعنا كفاءه اكثر من 6 مساجد خلال هذا العام، بالاضافه بنينا اكثر من 8 مساجد خلال العام الماضي.
كان مش عرفنا معالي وزير الاوقاف افتتح اكتر من مسجد عندنا السنه العام الماضي. ان شاء الله السنه دي مخطط ان شاء الله يتعمل اكبر مسجدين في منطقه القناه ان شاء الله في محافظه بورسعيد. خصصنا الارض بالتعاون مع وزاره الاوقاف ان شاء الله، نبدا ان شاء الله بدايه العام الجديد نبدا نبني. النهارده هنبدا هنتفقد 2 مسجد تم تطويرهم وتجديدهم بالتعاون مع وزاره الاوقاف، التعاون المستمر مع وزاره الاوقاف. وبنتهز الفرصه ان بقدم شكر كبير جدا لائمه محافظه بورسعيد ووزاره الاوقاف اللي بيتعاونوا تعاون وثيق جدا جدا، اللي خلانا احنا النهارده بنزود الوعي في لمحافظه بورسعيد. شكرا جزيلا. كل شكر حضرتك سياده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. واخيرا في كلمه في ايجاز مع السيد الدكتور اسامه العبد رئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب، زميلتي العزيزه الشويت، ماذا عن التعاون المثمر على مستوى محافظات الجمهورية مع وزارة الأوقاف واللجنة الدينية بمجلس النواب في إنشاء بإذن الله عديد من المساجد خلال هذا العام؟ وأولا يعني نهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبا بالعام الميلادي الجديد، ونخص بالذكر إخواننا المسيحيين، ونهنئ أيضا الشعب البورسعيدي ومعالي الوزير محافظ بورسعيد بالعيد القومي لبورسعيد، ونهنئ أيضا معالي وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف دائما في افتتاح مستمر للمساجد، لبناء المساجد وتعمير المساجد. حقيقة يعني أشياء لم تكن تحدث من قبل. هذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصر الأمن والأمان والسلم والسلام بمساجدها وعلمائها وشبابها ورجالها وقيادتها الحكيمة إن شاء الله، وربنا إن شاء الله لن يضيع مصر مهما كانت الأسباب. شكرا. كل شكر حضرتك سيادة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب. إذن زميلاتي العزيزة الشروت، كانت هذه هي أبرز ملامح وجولة ومعالي وزير الأوقاف والسادة أعضاء مجلس النواب هنا في محافظة بورسعيد للاحتفال بالعيد القومي. إليكم في الأستوديو شروت. شكرا لك وليد هيكل، كان معنا من بورسعيد.